المعتصمون في الخيمة الاحتجاجية التي شاهدتموها قبل قليل على انقطاع مفردات البطاقة التموينية طالبوا بتوفير مفردات البطاقة، وطالبوا أن يخرج جميع أهالي محافظة ذي قار للمطالبة بهذا الحق الذي سرقته الحكومة كما يقولون. فنشاهد. هذا الشهادة النصب اليوم من قبل اخوتنا في لجنة تظاهرات الغراف، وعبارة عن شهادة رمزي لأجل توصيل صوت الجماهير إلى أعلى سلطة بالبلد لرفضهم للبطاقة التموينية أو ما صرح به وزير التجارة قبل أيام على أنه تأخر الكمية 45 يوم وكمية الطحين كل شهرين، وكذلك رفض المواد المعهودة اللي هي أربع مواد، علما أن الأموال التي صرفت تقريبا 1.5 مليار للبطاقة التموينية تكفي لإعطاء المواطن أكثر من 8 مواد أو 9. فإحنا نقول هذه المبالغ الموجودة المفروض تصرف على المواطن العراقي. وطبعا إحنا ندعو كل أهلنا وناسنا في مدينة الغراف وكذلك الأخوة الناشطين والتنسيقيات الموجودة في محافظة ذي قار وباقي المحافظات على أن يقفون هذا الموقف ويوصلون كلمة الجماهير ويوصلون صوت الفقراء إلى أعلى سلطة موجودة، سواء كانت سلطة مجلس النواب أو سلطة رئيس الوزراء.